بعض الممثلين الغربيين من فرنسا وألمانيا زيارة كييف، وبالتالي سمحوا بإجراء جولة ثالثة للانتخابات، على العلم أن المحكمة الدستورية لا تسمح بإجراء مرحلة ثالثة للانتخابات، وكل ذلك كان للدستور الأوكراني. وفي عام 2008 كان هناك اتفاقية بوخارست لضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، وكل ذلك كان البذور التي زرعت لجعل أوكرانيا ساحة مناوئة لروسيا. واليوم يمكننا أن نتحدث عن ذلك بثقة، وخاصة أن هناك الكثير من الأدلة على ذلك. وفي عام 2008 ساكاشفيلي قد فقد عقله بسبب الهدايا من قبل الناتو بأنه سيضم جورجيا إلى هذا الحلف، وبالتالي فالأراضي التي كانت تقع تحت مهمة قوات حفظ السلام من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قد تعرضت لعدوان، وتعلمون ما جرى حينها. واليوم وبرعاية من الولايات المتحدة تم تحديد من سيدخل في السلطات بعد الانقلاب عام 2014. تذكرون الاتصال الهاتفي لفيكتوريا نولاند التي كانت تعنى بملف الأوكراني في الخارجية، بأن أعضاء الحكومة الأوكرانية يجب أن يدخل فيها فقط من يرضون عنهم. وقد تحدث السفير الأمريكي حينها بأن الغرب لا يرغب بأحد الشخصيات بإحدى الشخصيات أن تدخل في هذه الحكومة. وبعد ذلك تعلمون المحادثات، وقامت بولندا وفرنسا وألمانيا بضمان المحادثات بين الحكومة الأوكرانية والمعارضة عندما كان يانوكوفيتش رئيسا لها، وهناك السيد تيغنيبوك رئيس حزب الحرية، والذي خرج إلى الميدان ورفع شعار قتل أهالي موسكو والبولنديين. وهذه الاتفاقية بين المعارضة وأوكران والحكومة الأوكرانية حينها، والتي دعمت من الغرب، تم دحضها في اليوم الثاني، وحصل الانقلاب. وكما تعلمون أن تلك الاتفاقية كانت تنص على الانتخابات المبكرة خلال عدة أشهر، ولكن لم يكن هناك أي محاولات للمحافظة على هذه الاتفاقية، ولم نسمع أي أصوات التي تضغط على المعارضة بعدم نقض هذه الاتفاقية وانتهاكا لضمانات الغربية. قامت الحكومة الجديدة الأوكرانية برفع صفة اللغة الحكومية عن اللغة الروسية. و بعد ذلك عندما أصبحت أذرع التحكم بأوكرانيا موجودة لدى الاتحاد الأوروبي، أصبح واضحا ما يجري هناك عندما صرح القطاع الأيمن المتطرف بأنه لا بد من طرد جميع الروس من جزيرة القرم. نرى أن الغرب قد صمت عن ذلك، كما صمت عن حرق 50 شخصا أحياء في دار الاتحادات المهنية، وعندما
قامت السلطات برئاسة باروشينكا بقصف الدنباس عندها قمنا باستخلاص أن الغرب يحتاج إلى تلك التطورات، وقام الغرب بإبرام صفقة مع النازيين والمتطرفين الأوكران باجتثاث كل ما هو روسي في أوكرانيا من لغة وتاريخ ووسائل إعلام وتاريخ، وأوكرانيا ستكون مستعدة للحرب مع روسيا لتقويض تأثير روسيا في العالم، وبالتالي الغرب مقابل ذلك سوف يغمض عينيه على الفساد والسرقات والنهب في أوكرانيا، وسيقوم بتدجيج أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات المالية. أنا لا أرى أي تفسير آخر، لأن هناك الكثير من الحقائق التي تتحدث عن مثل هذه الأفكار، وكما تذكرون كان قد تم التوصل إلى اتفاقيات مينسك، ومع ذلك قام باروشينكا بتصريح أنه لن ينفذ هذه الاتفاقيات ولم يكن يرغب بتنفيذها، كان ذلك فقط لكسب الوقت لتسليح أوكرانيا. وزيلينسكي كذلك صرح بهذا الأمر وأكد على التزامه عندما دعا قادة فرنسا وألمانيا زيلينسكي عام 2019 لتوقيع هذه الاتفاقيات، والتي تنص على منح صفة خاصة للدنباس ضمن دستور الأوكراني. فالسيد دانيلوف عندها تحدث بأننا لن ننفذ هذه الاتفاقيات، نحن نحتاج فقط إلى الوقت لكسب الوقت فقط، وبالتالي نرى أن الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة قد فقد ماء وجهه، ليس فقط تجاه أوكرانيا ودعمه للنظام النازي، وكذلك بشأن ضماناته الألبان في كوسوفا، عندما تم التصريح بأنه عام 2013 عندما بدأ الميدان في أوكرانيا وتم التوصل إلى اتفاق بين بريشتن وكوسوفو لإنشاء مجتمع للألبان في كوسوفو، ولكن لم يتم تنفيذ ذلك حتى الآن، ولا أحد يرغب بالعودة إلى هذه الاتفاقيات، ويقومون بالملء على بلغراد إملاءات جديدة بأنه نعم لا تعترف بكوسوفا على أنها دولة مستقلة، ولكننا سوف نقوم بضم كوسوفا إلى جميع المنظمات الدولية الممكنة، وبالتالي فإن إقامة مجتمع لصرب الكوسوفو كان أساسا لاستمرار المحادثات بين بلغراد وبريشتن. وألمانيا وفرنسا في كلتا الحالتين، وأقصد هنا مسألة كوسوفو ومسألة اتفاقيات مينسك، كانت ألمانيا وفرنسا تلعبان الدور الرئيس في الضمانات، ونتذكر ما تضمنته اتفاقيات مينسك وهي الحق باستخدام اللغة الأم، وهي مثبتة في كل الاتفاقيات الدولية. ثانيا أن يكون لدى الدنباس شرطته الخاصة وهيئاته الأمنية، إضافة إلى ذلك الحق باختيار القضاة والمنظومة القضائية، وكذلك الحق في التعامل
مع روسيا. فهذه الشروط نفسها التي كانت متضمنة في اتفاقية إقامة مجتمع الصرب في كوسوفو، ولكن نرى أن الغرب قد رفض تنفيذ تلك الاتفاقيات، ولم يقم الاتحاد الأوروبي حتى بسؤال بريشتن أو كييف لماذا لا ترغبان بتنفيذ التزاماتهما في هذه الاتفاقيات. وكل ذلك نراه من خلال تصرفات الولايات المتحدة خلال العام والنصف الماضيين، عندما جمعوا دول الغرب ووضعوهم في حالة حرجة، والآن نسمع أصوات بشأن تشكيل منظمات ذاتية أوروبية وذاتية الحكم سواء أمنية أو دفاعية أو غيرها. واليوم نرى تصريحات السياسيين والدبلوماسيين في أوروبا، ومن بينهم جوزيب بوريل الذي يعبر دائما عن استثنائيته عندما قال أن أوروبا هي مهد الحضارة و باقي العالم هو غابات، وبالتالي بالطبع هناك الكثير من المبادرات بشراء البضائع لليوم الأسود، وكذلك بما يخص البيئة. كل ذلك كان يؤثر سلبا على العلاقات الدولية، وما زاد طين بلة هي العقوبات غير الشرعية الأمريكية التي فرضت على روسيا عندما قاموا بوضع تهديد بالقرب من الحدود الروسية مباشرة، ليس على بعد أميال وآلاف الكيلومترات، ولكن على الحدود مباشرة. ونحن اليوم نواجه باقتراحاتنا للضمانات الأمنية وعدم تهديد أمن روسيا بالرفض، وكذلك من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وكذلك بالطبع هناك مشكلة كبيرة من خلال تشكيل وإقامة المختبرات البيولوجية العسكرية، العشرات منها في أوكرانيا بدعم من البنتاغون، واليوم الأمريكيون يحاولون التهرب من مناقشة هذه المسألة، علما أن القوات المسلحة الروسية عندما قامت بالحصول على وثائق حول هذه المختبرات في أوكرانيا، صرحت فيكتوريا نولاند بأنه لا يجب أن تقع هذه الوثائق في أيدي القوات الروسية في أوكرانيا، لكن لا في مجلس الأمن ولا في لقاء دول أعضاء في معاهدة عدم الانتشار لم يهتموا بما قدمته.